أغراضي فتش قلبي ضيا ضيا تلقى ناس عزاز عليا جيراني وأصحابي ناسي وعزازي هو هون حبابي هو مبيع اصحابي يا مانك غابي نجي محبوبي قسمي ومكتوبي هذا مطلوبي نجي محبوبي حصان بلا خيال ولا حدودها قلبي عفس علي غاد اقسم بالله يا ريت اقتلك فكري منك ترى شنو اسمع يا صدرادي انا قايلت لك 100 مره خطاها العيل هذا يا راجل خطوه والله ما كلمته يا استاذ والله مشيت شاور الله ما عجز شاوره يا راجل ترى عظمه كبير يا راجل ينكسر معاش يجبر بالكل شنو الفوضى تاعكم هذا ما شديت انتبه ما شديت لك انت اسمع الجو هلا جو اوروبا جي قبيلته مش شاور والله ما نعرفك هلا يا استاذ اي قبيله ولا ما حصلكش اي قبيله يا رما انا اول مره ادرس في حياتي كنكم مش شوري صح مزبوط كلامك كل الكلام مزبوط شو راك انت راه قال لك ضلع ما ضلع سام سام مش شوري راه تبي لك جزارتي صبي معك ولا بالله بعد تغيير ساقع بكر لكن يبدأ وخدي حاجة واحدة الفرشة هذه ما عرفتش مكانها اسمع ما تتعبليش راسي أرجوك رهو أنا دماغي يعلم بيك أنا الله من ذكري نقولك أنا يا نازة طلع المصاد برا في ميحاش خلاص أوكي هاي تبكر نور يا خبيرة ولا قدينا زكاة ما وفايد هذا تو هاي تبكع يا الله نقول لك حاجة يا أمتي حوا والله يحوسك صح الصح سمك عطلت صحيتي وعاملتوني بركة جدك يا عمتي حوا نعم الصالون هذا شيء ولونا مش عارف كيف تركوازي خير اني تو بناخذ رايك انت غرابة هاي سمي لي يا عمتي حوا ما تجيش علي هذا ديما يدوي وديما تكتر ليش دوا يا راس قد لي روحه قلت لك يا عمتي حوا تبي حاجة انتي ما نبي شيء لسلامتكم وخلاص همك مبكي وقادرك هاي وتبوك عندي وناديلك في الحوش رحمة بوي نرت لنا صح راسكم سكر هاي سلموا لي صحيت شرف فرحك انت وخي هاي ان شاء الله نوقفاتكم صحيت وصحيت وبارك الله فيك توكلوا على الله انا قولك بسلامة سلمك زين ان شاء الله قلت لك يا انت حول نعم مزوقوه تركوازي حصلت بتزوقك بارك توكل الله زي انت بجيراني يا ربي سلمهم لكن ما شريتش دولاب ولا حول الدولاب قولي مين خشيت ولادي الباب مالا اكيد امك وابوك معاه لا مالا مدير عامله في المدرسه طردوكو لزوج والله والله ويقول فيها هيك بكل صراحه انا شي مالا كان امك في التليفون لا والله لا والله خلاص ما تصلش بيه تضربني والله يضربني يا فتحية تقالة وهني عندي في الحوش ما تنشغليش عليه ايه يا حاج ناصر الضرب راهم ماهوش اسلوب تربية ابدا تقالة وحاج الله العيلة انت مكرهتهم في القراية وما ياخذ مني الا طريحة ولا العمر دول معاش في حاجة ما لحظش وهو مطريح ما لحظش كيف تفضل يا سيدي
هذا أول السير في حضرتك يا سيد راضي. أنا نبي روحتك يا حاج. ما تروحش يا راجل، مش وصلني يا راجل. حاضر سيد. تكلم تقولي أنت مش ريتك هكا معايا مش تدور بالظبط. شيك جالس. حاضر سيد. ما يوصلني بعد عندي محل. حصان ونزلوا على السير وماشي. عندنا وين رايح أنت؟ ربي ما شاء الله. وين التمان هذا؟ وين؟ تعال يا حاج الله عليك. وين القصه؟ عادي يا حوش. حول يدك، في راجل في الحوش يا اسمع. حاج الله عليك. احترم الحاجه يا احترم الحاجه. طيب المدرسه هاك اما زي راجل. حسب 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 انا نازل عيب، كل عيل في حاله. وحاج الله نوريك، مسيب المدرسه يا تعبان. تعال يا صاحبي، تو الله نوريك. تو الله ماك ضاربه، هذا ما ناقص والله. هاتي بشويش يا احترم الحاجة يا لك اسمع الكلام. ايه مش عيب مش عيب. ندخل بابا ندخل ملايدك ما ياكلش. وحق الله موكل وطر عليك انت معاش في قراية تخدم علي حالك وطر عليك يا مسخر. هيا حاج ناصر. رأيت يا جوبا. ها حاج ناصر، الموز موزك واللحم لحمك، لكن لما تشوي كلمنا. رايت يا ثقالة، المحل كله ذبح شو ما عندك ما تاكل، ردبه لك منه يا رجوبة. عدي عدي يا ثقالة ما يهمك شيء. ثقالة يا ولد الشينة. السلام عليكم. هيك صلاة الله. غطي علي يا بنية. تهلكتني من أول يوم يا راجل، هذين كانوا 14 وتوا 10 وما أناك بايع شيء، وين كنت ما بوجهك يا فسخة؟ لا والله كنت تفرغ الرسوم والله اليوم حق الأخير. حظامك تنقل يا فسخة. يا عندي الباطم يحوشهم علي جينا، انا نبي نعرف علي جاي انت يا راجل. تي هو اللي جاني وقال يحوشنا انا يا راجل. هاي خلاص حوشه انا، الحاجه قالت لك تو نعطيك الفلوس ولا لا، ما تعيط الناس يا انت، هات المشكله يا لوسه خلاص. تحقاك يا رجل مانيش جاي نشحت فيكم انا بالاخر بكر. يا ربي طاط عن صوتك وطيه، ما تعلي لي صوتك في الزقاق يا ركنك انت، مش تبيها من الاخير بكي قولي بس. وين شويه شويه هم يتفاهموا وانت ما دخلكش. يا رجل ان شاء الله حتى انت ما امشي حقات انت وتاخذهم انت، وعلاش داير هرجه انا؟ علاش داير هرجه؟ داير ماش هرجه انا. ما في لساتك يا بابا سامحنا. ها الله يبارك فيك. نقص من الحاجه، دير اي جو دير اي مده، نقص حاجه عين وجه كبير يضرنا. اي نعم يا حاج، مش شوري يا حاج. فقال وينس فقال في الليل كسدت درت لا خيط فيه سكر. هذا الوجه كبير، وجهك هذا مخروط سيق انت راه مجرب. اقعد ايش بدي يا سكر يا ها 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 تسكر مش لحم هو. تو وين ماشي؟ اقعد يا ايش بدي يا انعم. صرت عليك ثم تقوليش تدقب لولد عندك، تو عندها مشكلة قاعد عندك الدين. بريتي بالعكس، العيل صامت يمي عندها مشكلة لازم ندعموه بالسكر. ياسر انت سكرك زيادة عجلي. شوف لنا عمل اللوز يا راجل. يا راجل عاد توزنا كفين توامة واحد قزون، عطى من راسي خير له. شو علاش يا لوزة؟ قلت لك عامل انا شو قلت لك؟ انت كيف كيف هاي مش بتاعي خدمة بكر، اذكي ركب لي فيها تشخير 24 ساعة وانت فعلا غير ترص فيها البتية وخلاص.
جربني مرة هذه تنخدم، شوفني نخدم ولا باي. صبي صبي غفتني من دوا صبي، تبي تخدم ارفع لي سراويلة ارفع. اريد طوال ارفع لي كمامة، ارفع لي غارك قدامي ان شاء الله طلعني عين بس بيت طاط عم خدموه. خذ الفرش هذا تعدي تغش لغاتي وافطر راك تقرب بحاجه باي طيب تمام اي نعدي نفس بقاها تنشوف قال لقى سيارة بمفتاحها ما قدرش يقاوم. تسدرت يا راجل تسدرت انت، كسرت السيارة كسرت السيارة يا راجل. حاضر دقيقة بس. يا راجل عليك تزليط قدام الحاجة والله يا حراج بكري يا راجل. تصاب يا جيبة سوي وش هذا الفسطاط؟ استمشي. وقال يا سي مختارم والله صير زبون ما غبطت والله كم ماضى ما فيها لا عارف ظروفك انا من شعرك ما عندكش مشكلة شعرك تبي لها غسيل بودرة يا ابو صاحب ان شاء الله ان شاء الله جديات اعطيك تفضل سامحنا بابا هاي سامحنا يا بابا هاي والله انت اللي سامحني يا عياد الله غالب لا لا عارف ان شاء الله يا حاج ان شاء الله ولا يهمك استاذ ولا يهمك عويدة شعر اللحية طلالة بشعرها نعم يخصك بالناس حطك تاكل مع ثقالة لا ثقالة لا قولي حطك ياكلك ثقالة مش حطك تاكل مع ثقالة لا ناكل مع ثقالة لا ما بحبش حوش في واحد مش انا متعقد منه الحوش والله يا جو مش محترم نفسها بك تعال يا راجل مش شورك انت تعال شنو ثقالة هذا يا راجل من يوم جانا فلوس فرحي كله نتمنن عليه يشوف لا راية ولا عمل ولا خدمة تشان بتخدمة يا رجل تقال هذا كانش يرد للعصر القديم خدمة حامل نشاشة من حامل النشاشة حامل نشاشة السلطان يقعد السلطان فارة حموان تقال ينشلة بالنشاشة ما فيش مكيفات زمان يقعدك غريات فتنفعوا فيه انتو العرش وشدروا لبصة تقول مدرس اقسم بالله اليف 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 سيام يا اليف اليف يعني مش مؤذي مش مؤذي الثقال هذا اول ما شفته نحسب استاذ والله شربت لي فنجان قهوه مع بعضنا قسم بالله ليس فقط لابد خلاص يعني بعد كم شيء مانع ردوا ثقالة مش عارض حاجة وحدة تجين استمارة بتاعها بس استمارة قبل ماشي حالك نوري نسيب نوري ماشي سيب اوكي السلام عليكم ورحمة الله ترى شنو يقربنا ثقالة يا رعب سورية جميلة للصباح سورية سورية حاجة جميلة سورية لا انا منامس لمسها منامس مش هنحول امريكا لا والله العظيم هي مدينة مش حاب نحولها تبطل يا راجل تسادي فينا مروحة بنا تا خلاص فيش تجبد انت شنو هذا يا امي تعالي سكتي ها رقاها لي يا ثقالة شندير لا شندير لا قاعة 83 نعم
ليلك لو هذا التقال نديلك هو في الليلة ليهتك الليلة طول وري كانت نوع استاذ والله منوع والله ما عندنا فيها جميل كمل كمل الإعدادية إن شاء الله يخش ثانوية هندسية ويطلع لنا دكتور ما يكونش دكتور عجول بكر في الألغاز انت وجايب لي فرعابة جاري يا باري Hey!